تعرف كيف رح نطلع من هون؟ تعرف يا خال؟ ما بعرف. ما بعرف. بصفة الخال رامز من دون نفس ومن دون صوت ومن دون ظل ومن دون ريحة الحياة، دخلت هاي المدينة من دون ما يكون معي الخال رامز. كان جوات تمي نار عم تحترق، طلعت سيجارة وشعلتها وربطت الجرافة تبعي ومسحت العفو صباطي وسألت بصوت عالي: أنا الخال رامز، كيف طالع؟ عن جد كيف أحوالك يا خال رامز؟ منيح منيح. اي مرحبا يا شباب. اهلين خال، كيفك خال؟ مرحبا، تسلم لي. الحمد لله. كيفك وكيف الاحوال؟ الله معك. تعيش يا خال. ليش عم تطول الطريق علينا؟ اهلا وسهلا بالخال. اهلين فيك. ليش ما منروح دغري لعند البنت؟ لانه في شغلات لازم نحلها قبل، مشان هيك. ليش؟ شو في لسه خال غير هيك؟ مرحبا، لسه لازم اعرفك على شخص بيهمني. عم تحكي جد؟ ايه عم احكي جد. ورانا في ناس بالدنيانا وبعتين أكتر ناس مجرمين، شلون بدي أقدر أحميك أنا؟ اجينا على أرضنا يا ابن أختي، اجينا على أرضنا. أنت أصلاً جبتهم كلهم لهون عشان نتجاوزهم كلهم بضربة واحدة؟ رابعة، رابعة، هذا بيكون أعز رفيق عندي يا رابعة. إيزيد، أهلا وسهلا. أهلين. وهي رابعة مرتي. تفضلوا. تركيا هون عندك يا رابعة، يعطيك العافية. رابعة؟ كان عنا ألبومات صور الأولاد، وينهم؟ يا ريت تجيبي لي ياهن، بدي ورجي صور الأولاد لإيزيل. إي ماشي. خلي معك يا ابن أختي. تعرف شو هدول؟ لا تقلي رح نروح على كل المحلات اللي بيفتحوا على هدول المفاتيح. شايف أكبر مفتاح؟ هذا مفتاح المستودع يلي عندي بدودولو، بحط فيه الأشياء الكبيرة وقت بيكون بدي خبي هاي الأشياء وما يقدر يوصل لحدا. وهذا يلي بجنبه مفتاح بيتي بسراير ما بتعرفه، هذا مشان ريح راسي فيه. واثنين البقيانين محلات سيارات بس مسكرين، بروح أحياناً لهنيك. والمفتاح الأخراني هذا الأهم، هذا مفتاح بيتي هون بالبلد. شو هدول المفاتيح؟ قدرت تعرف؟ هاي الأماكن اللي بتروح عليها وبتحس بالأمان فيها. ايه. المطارح يلي بتروح عليها وقت ما بيضل لك مطرح. ايه. هاي المطارح اللي ما حدا بيعرفها غيرك. وليش هلأ انت عم تعرفني عليها؟ ها تعالي يا رابع، تعالي. شوفي كيف. شوف علي تمل، كنا بالبحر، أخذتن مشوار وقتها على البحر. تعالي جنبي، تعالي عدي، تعالي جنبي، تعي هون، تعي قربي. وين هي الصورة؟ هي بالضيعة.
سليم كان راكب على الحمار وقضوا الحمار وقته من رجله. مين هاد؟ هذا ابن بلدنا سالله، كان يعمل شوربه كل يوم وكان يجيب لي الجلطة بس الله ستر. هلا عرامز مرة كان رح يقوصه بالمسدس. شوف هدول الأولاد كلياتهم بهي الصورة. وهي أوغور، وقت ولد أوغور حطيت المسدس تبعي تحت راسه مشان ينام عليه. كان أوغور أحسن مني، كان رح يجي ياخد مكاني بس ما زبطت. ايه شو في هاي الصورة؟ متذكرها منيح، كنا رايحين وقتها على السينما نحضر فيلم طرزان، وأوغور راكب على ظهري وسليم. بس انتي مو مبينة رابعة. كيف يعني؟ يعني كل الألبوم ما في ولا صورة بتجمعنا أنا وياكي. لأني كنت دايماً أنا اللي عم صور بالكاميرا يا رامز. إيزيل افتح هداك الدرج التحتاني اللي هنيك، في كاميرا بولورويد قديمة جيبة، خدلنا فيها صورة. صار لازم نمشي يا خال. جايين يلا يا خال. رح صور. ماشي يا رامز ماشي، فهماني لا تشغل بالك. ما في صورة إلنا مع بعض يا رابعة، وفوق كل شي بقيتي لحالك قاعدة بهذا البيت هون. كل هذا مو مشكلة، قلت لي إنك مشغول وانتظرتك، قلت لي إنك عشقان وانتظرتك، أنا انتظرتك. أنا دائما يلي بروح وأنت دائما يلي بتضلي، بس خسارة ما في إلك معي غير هالصورة تبع اليوم رابعة. ما تاكل هم يا رامز، أنا قلت خليني انتظره، الشغل بيخلص وبالأخير بده يرجع لعندي. تركتك لحالك بهذا البيت بعد كل شي يا رابعة. بس بالأخير اجيت لعندي يا رامز، خلص الشغل وخلص العشق، طلع الحق معي واجيت لعندي انا بالاخير يا رامز. صار لازم نروح دغري. اي منيحه. ها حلوه ما هيك؟ خالي انت منيح؟ منيح منيح، راح الكتير وما عاد بقي غير القليل. لا تخوفني هلا، شو بتقصد يا خال؟ لازم ادفن امواتي يا ابن اختي، لازم ادفن امواتي يا ايزيل، وبقي ميت واحد وهذا الميت صار لازم ادفنه. كينان شكراً.